بسبوسة بالقشطة، وقشطة رح تعملوها بالبيت بأسهل طريقة. وصفة كتير سهلة والمكونات كلهم مكتوبين بالكابشن عندكم. أكيد رح يلزمنا لبن وسميد وسط أو خشن، بيض وزيت والمكونات المحطوطة، وهاي مكونات القشطة المنزلية. أول إشي رح نبدأ بتحضير البسبوسة، رح نحط المواد السائلة مع بعض، رح نخلطهم منيح، وبعدين رح نضيف لهم السميد، رح نحركهم مع بعض، رح نحط نص الكمية بقالب التشيز كيك، وبعدين رح ندخلها على الفرن تقريبا 12 دقيقة. بهذا الوقت رح نحضر القشطة المنزلية بإضافة الحليب، الجبنة الكريمية والقشطة، ورح نخلطهم مع بعض على النار. بالآخر رح نحطهم على القسم الأولاني من الهريسة، ورح نرجع نحط كمان قسم ونحطهم بالفرن كمان ربع ساعة لحد ما تحمر. أول ما بتطلع منسقيها بالقطر، زينوها بالفستق الحلبي وبزهر الليمون، وصحة وألف هنا.